إلى ما دبا الحبيبة اللي بيرجع تاريخ هذه المدينة إلى العصر الحديدي، اللي بيدل على أن التاريخ يعود إلى العصر الحديدي إنه تم اكتشاف قبر بالقرب من التل يعود تاريخه إلى ذلك العصر. وفي طريقنا مرينا بأبرز معالم مادبة، خلونا نسمع علي شو حكى عن أهم كنائس مادبة. كنيسة مادبة أو كنيسة سان جورج أو كنيسة الخارطة، سبب تسميتها بكنيسة الخارطة لاحتوائها على خارطة فسيفسائية تعود للقرن السادس ميلادي، ويعود تاريخ بناء الكنيسة للقرن الخامس ميلادي. كملنا بطريقنا حتى وصلنا بشار اللي كان محضر لنا مشاوي كتير طيبة. أهلا وسهلا مشاهدينا، اليوم محطتنا ما زالت في مادبة،
طبعا مادبا هاي المدينة الجميلة وأكثر زادت جمالا برفقة بشار. أهلا وسهلا فيك بشار. أهلا فيك. أهلا بشار. أنت اليوم ضفتنا على أكلة كتير يعني الكل بحبها أو أغلب الناس بتحبها اللي هي المشاوي. نعم. احكي لي شو محضر لنا. كباب، مشاوي كباب، مشاوي شيش طوق اللي هو الدجاج المقطع مسحب ومشوي. هلا بشار اول اشي بتجهز النار انت. نعم. بتتغلب، شفناك بتتغلب لما يعني اشتغلت وبتخليها انت كيف بتعرف انه النار خلاص صارت جاهزة للشوي؟ طبعا النار لازم تكون مولعة صح بحيث انه ما في فحم نصه مولع نصه طافي مشان ريحة الفحم ما تطلع مع الاكل. لازم الفحم كله يكون مولع ويكون مثل الجمر أو يكون جمر بالأصح. كيف بتشغل النار عادة يعني؟ كيف بنشغل النار؟ بنجمع النار كلها على كوم واحد. بنولعها إما باستعمال كاز أو استعمال أي شيء. بتضل مولعة لما يصير كله جمر. بعد ما تجمر بنفردها في المنقل على كامل مساحة المنقل وبعدين بنبلش نحط اللحمة. طب هلا انت مسوي او مجهز الكفته وشككها. نعم. بالسياخ ومجهز كمان شيش طو ومجهز كمان خلينا نحكي الدجاج بدون عادي دجاج عادي متبل هذا بنحط في بشبك وبنحط على النار برضه بنشوي. شو سر تتبيله بشار خلينا نحكي على المشاوي؟ التتبيل هي انواع بهارات تضاف مع الاكل، طبعا البهارات متنوعه وحسب الاذواق. في بهارات للحمة، في بهارات للدجاج، في بهارات للسمك، حسب أنواع مختلفة يعني. بس بدون حط البهارات بمقادير محددة، مش قليلة ومش زيادة. يعني هذا هو السر. طبعاً. طيب هلا خلينا نحكي لما بدك تشوي بتبلش باللحمة أو بالكفتة ولا بالدجاج؟ إجمالاً الكباب بأخذ وقت أقل على النار، الدجاج بأخذ وقت أكثر. فممكن نحط نص بنص يعني. حسب على اساس شيء بجهز شيء بستوي على راحته. هلا شو بدك تبلش تحط؟ بنبلش بنحط كباب وبنحط دجاج. طبعا الكباب في ميزه لشوي الكباب انه لما بتحط السيخ على النار مجرد ما اخذت ريحه النار بتقلب السيخ مباشره. ليش؟ الكباب بالذات طري لانه مطحون وناعم. إذا تركتيه على النار قبل ما يستوي بتلاقي اللحمة ساحت وقعت عن السيخ. فمجرد عجنة الكفتة نفسها كيف بتسويها؟ عجنة الكفتة بدها لحمة مطحونة تمطحن ناعمة. للكباب بنحط معها بصل، بنحط معها بقدونس. طبعا بكمية معينة. طبعا حسب الأذواق، في ناس تطحن معها تومة، في ناس تطحن فلفل، حسب المذاق يعني. حسب المذاق. نعم. في ناس ما بتحب التومة. هلا بنحط شيش طوق. هلا المسافة بين خلينا نحكي الفحم والمشاوي هو يفضل انه الفحم يكون عالي شوي حتى انه تستوي اللحمة. هلا لو كان المنقل عميق والنار تحت بتطول تاخذ وقت كبير لما تستوي اللحمة. هلا انت عم بتلف عم بقلبها. شوفي كيف اختلف له. هذا تاخرنا عليه. شوفي كيف وقع.